أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. برحب بيك أستاذ أمجد. يعني يمكن الحرب مش بس مقتصرة على خطورتها في الوقت الحالي، لكن كمان خطورة الألغام بتهدد مستقبل ما بعد الحرب، وحتى لو انتهت الحرب لكن ما زال الخطر موجود. يعني كلمنا عن خطورة هذه الألغام اللي يمكن كانت بتستخدم قبل كده في الحروب العالمية، وخطورة استخدامها في غزة أيضا. شكرا جزيلا. يعني بالفعل الاحتلال الاسرائيلي امعن في استخدام مختلف انواع الذخائر والاسلحه والمتفجرات في مختلف انحاء قطاع غزه من خلال لاعمال القتل والتدمير بشكل كبير جدا في مختلف انحاء القطاع، ولا زالت هناك العديد من الذخائر والمتفجرات موجوده في مناطق مختلفه من المنازل والبيوت والمؤسسات والطرقات، وهي ولم يتم التعامل معها حتى الآن، وتشكل خطورة بالغة. وبالفعل هناك ضحايا سقطوا جراء انفجار هذه الذخائر في ظل عدم القدرة على التعامل معها، وهي تنتشر تحت ركام المنازل. وأؤكد أن هناك 45 مليون طن من الركام تنتشر في مختلف الأنحاء، 80% من بيوت ومنازل ومؤسسات وبنى تحتية تم تدميرها في قطاع غزة، وهناك متفجرات حتى الآن لم يتم التعامل معها، وهذه تشكل خطورة بالغة الآن طبعا. وكذلك في المستقبل القريب. وللأسف الشديد لا توجد لا طواقم مختصة، ولا توجد أيضا من يستطيع أن يتعامل مع هذه المخاطر الحقيقية على حياة المواطنين. وأنا شاهدت الكثير من القنابل والصواريخ التي لم تنفجر في شوارع او في منازل، وهي تشكل خطرا بالغا على حياه المواطنين وخاصه في المناطق التي تشهد اكتظاظ كبير. صحيح. وكذلك في المستقبل القريب اذا تحققت عوده النازحين الى بيوتهم التي هي بالفعل عباره عن ركام، وتحت هذا الركام توجد الكثير من الذخائر التي لم تنفجر. يعني هي ليست خطرا فقط على حياه المدنيين، لكن ايضا هي بتهدد باعاقه عمليات اعاده الاعمار في غزه بعد كده. بالفعل، وأيضا تشكل خطرا بالغا في ظل أنها سموم موجودة في الأراضي الزراعية وموجودة في مناطق مختلفة. وهنا أطالب بإرسال بعثات دولية فورا من أجل التعامل مع هذه المتفجرات وعدم الانتظار حتى وقف العدوان. نعم. هناك حاجة ماسة إرسال طواقم مختصة إلى قطاع غزة للتعامل مع هذه المتفجرات وإبطال مفعولها حتى لا تشكل خطرا الآن وحتى في أي فترة. صحيح. إن كانت صحيح. بشكرك الأستاذ أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، كنت معنا من غزة.